والجسار بأعنف هجوم على مريان فارس وهي ترد بالصور. مبابي يتخلى عن عشيقته المتحولة بعد لقائه بحسناء في قطر. شبي الأمير تميم يخطف الأنظار رفقة مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام، وهذه جنسيتها. المنتج البحريني محمد الترك يناشد السلطات للحصول على حضانة ابنتيه من دنيا بطن. بعد تألقه في المونديال، مدرب تشيلسي يصدم النجم حكيم زياش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. بعد الضجة التي رافقت انتقادي لأغنية المونديال التي قدمها، حرصت الفنانة مريان فارس على تجاهل تصريحات مواطنها النجم وائل جسار والذي انتقد فيها أغنية توكا توكا رغم النجاح العالمي الذي حققته خلال الفترة السابقة. وشاركت النجمة اللبنانية مجموعة من الصور الحصرية من الحفل الذي أحيته لافتتاح مهرجان فيفا المشجعين، وارتدت فيها جيمسوت باللون النيلي بتصميم مبهر تميز بقماش لامع بتطريزات ناعمة، وهو ما اعتبره جمهورها رد على الانتقادات التي طالته بأنها وجهت رسالة واضحة أنها لا تهتم لما قيل بل تركز على نجاحاتها وأعمالها. وجاء هذا الرد بعد الضجة التي أثارها تصريح الفنان وائل جسار خلال حلولي ضيفا على برنامج هذا مكانك عبر قناة سي بي سي، حيث قال: حسب ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، هل يجوز أن تقدم هذا النوع من الفيديو كليبات؟ ليش ما الغرب ياخذ منا الأصالة والأخلاق الراقية؟ مش نحنا مناخذ منهم الأشياء يلي ما بتشبهنا. وتابع النجم اللبناني قائلا: أنا أوجه سؤالي للناس، هل برأيكم فيديو كليب توكا تاكا مناسب لمشاهدته مع أولادكم في منازلكم؟ قرر اللاعب الفرنسي كيليان بابي الذي شغل فرنسا والعالم بموهبته الخارقة في كرة القدم التخلي عن صديقته المتحولة جنسيا إينيس رو عقب التقائه بعارضة ونجمة بلجيكية في قطر. تعرض اللاعب إلى واب من الانتقادات بسبب علاقته بالعارضة المتحولة جنسيا إينيس رو التي بقيت رجلا حتى عمر 16 وكانت تدعى ماريو كاريزو. عندما غادر بابي إلى قطر لكي يشارك في مباراة كأس العالم، انتبه الجمهور أنه توقف عن متابعة إينيس على مواقع التواصل الاجتماعي، وظنوا أنه بسبب خلاف عابر، حتى اتضح فيما بعد أن هناك شابة جديدة في حياة اللاعب وهي النجمة والعارضة البلجيكية ستيفاني روز بورتراما، حيث يتابع على موقع التواصل الاجتماعي، وقد وصلت إلى قطر لكي تشجع المنتخب البلجيكي. عبر زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي رجل الأعمال القطري عن سعادته القصوى باستضافته شبي الأمير تميم حاكم قطر والذي كان قد جاء لحضور فعاليات كأس العالم 2022. وشارك مبارك الهاجري مقطع فيديو أثار استضافته لشبيه الأمير تميم وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر مختلف الحسابات على السوشيال ميديا. وعرف شبيه الأمير تميم نفسه بأنه مشاري عائض القرنية من المملكة العربية السعودية، وقال: أنا مشاري عائض القرنية من السعودية، كل الناس تشبهني بالأمير تميم الله يحفظه، فحبيت أجي قطر للمشاركة في هذا المونديال الجميل صراحة. وتابع قائلا: فوجئت بالقنوات والمراسلين يصورون معي وأنا وحيد مالي إخوة، الناس تشبهني على كل شيء حتى في المحل، والله سوي كذا افعل كذا، وصراحة شرف كبير لي والله. وأكمل شبيه الأمير قائلا: أن الكثير من القنوات والناس يأتون خصيصا للتصوير معها اعتقادا منهم أنه هو حاكم قطر، مشيرا إلى أنه سعيد بهذه القصة. وأوضح شبيه الأمير تميم أن الشهرة شيء جميل، الشهرة حلوة، شهرة على قولتهم من العيار الثقيل كبيرة والحمد لله. وتفاعل قطاع عريض من الجمهور مع انتشار فيديو شبيه الأمير تميم، وكتب البعض معلقا: حفظ الله الجميع سواء الشيخ تميم أو مشاري القرانية، يا ليتك أخوي مبارك تجمع بين الشيخ تميم والأخ مشاري، سبحان الله 95% الشيخ تميم، بس مدري عن الطول هل هو في طوله. على العموم الله يعطيه العافية والصحة.
ناشد المنتج البحريني المسؤولون بدولة المغرب لمساعدته على حل الخلاف الذي اندلع بينه وبين طليقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بسبب حضانة ابنتيه غزل وليلى روز بعد انفصاله عنها. استنجد محمد الترك بالسلطات المغربية خلال بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستغرام لمساعدته في استعادة حقه في مقابلة وحضانة ابنتيه غزل وليلى روز. وكشف محمد الترك أنه محروم من رؤية ابنتيه ولم يستطع رؤيتهما منذ 4 أشهر، مشيرا إلى أن البعض ساعد طليقته دنيا بطمة في الحيلولة دون لقائه بطفلتيه منذ نشوب الخلاف بينهما وإقامة الأخيرة دعوى قضائية ضدها. وأكد المنتج البحريني أن حياته كلها مكرسة لأبنائه الخمسة، خاصة أن لديه 3 أبناء من زوجته الأولى منى الصابر، من بينهم الفنانة البحرينية حلا الترك. ورد على الانتقادات التي وجهت له بشأن حديثه فقط عن ابنتيه من الفنانة المغربية دنيا بطمة على خلاف أبنائه 3 من زوجته الأولى، موضحا أن الأخيرة لم تمنعه من التواصل مع أبنائه أو رؤيتهم بعد الانفصال لكونهم متواجدين معه في البحرين. وأوضح محمد الترك أنه بخلاف ذلك فإن ابنتيه من دنيا بطمة تقيمان في المغرب مع والدتهما، وهو ما استغلته لمنعه من رؤيتهما. ووجه محمد الترك رسالته إلى طفلته معبرا عن شدة الشياق لهما قائلا: بابا غزل أنا اشتقت لك، بابا ليلى روز اشتقت لك، مبديا تعجبه من تصرفات طليقته دنيا بطمة ومحاربته من خلال الأطفال. وعلق محمد الترك قائلا: أنا أولادي جناحاتي، أما أنتم اللي بعتوا لي أنه أتغير اسم عائلة بناتي من الترك إلى بطمة، راح يظلوا الترك طول العمر، حتى لو غيرت على الدفتر بيبقوا مسجلين في المدارس والدوائر باسم الترك لها التصرفات. احنا عمرنا ما كرهنا ولد في امه او ابوه. ومنع محمد الترك التعليقات من المتابعين على الفيديو الذي نشره عبر حسابه لتجنب التعليقات السلبيه التي يمكن ان تهاجمه، خاصه بعد اتهام طليقته دنيا بطمة له بالخيانه الزوجيه، مكتفيا بالتعليق على المنشور قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل. جاءت مناشدة محمد الترك بعد أيام من انتشار مقطع فيديو للفنانة المغربية دنيا بطمة وهي تغني بأسلوب الفنانة المغربية ريم السواس قائلة: اسمع يا ولد، دنيا بطمة أو لا أحد، وهو ما وجد فيه النشطاء إهانة مقصودة ومبطنة لتعليقها. أكد بوتر جراهام مدرب النادي الإنجليزي أن أداء حكيم زياش الرائع في كأس العالم لا يضمن أن المهاجم المغربي سيحظى بمكان في الفريق الأول لتشيلسي. وأضاف جراهام تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية أن زياش عليه التحلي بالصبر لنيل فرصته بالنظر إلى المنافسة الكبيرة بين النجوم في فريق تشيلسي، مشيرا: نعرف صفاته ونحبه كلاعب يلعب بين الخطوط بجودة رائعة كما رأينا في كأس العالم، كنت سعيدا لأجله وظللت على اتصال معه طوال كأس العالم، مسرور له لأنه حصل على فرصة لعب وقت المباراة، وسعيد لأنه ساعد فريقها، إنه رجل جيد ولديه الجودة. يذكر أن نادي ميلان الإيطالي يريد ضم حكيم زياش خلال الميركاتو الشتوي وفق ما أوردته صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، حيث أن الشوط الوحيد الذي يعيق إتمام هذه الصفقة هو مطالبة زياش براتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو، حيث يتقاضى حاليا رفقة البلوز 6 ملايين يورو سنويا. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.